وما تقوله سيادة العقيد يشاطر ما قاله وزير الدفاع الأوكراني بأن القوات الروسية تنسحب من منطقة تشيرنييف وسومي لإعادة ترتيب قواتها. وقيادة منطقة تشيرنييف العسكرية تقول أن القوات الروسية تحتجز أكثر من 150 مدنيا رهائن في قبو مدرسة ببلدة ياهندي. ماذا يحمل ذلك من دلالات؟ هذا يعني هذا لا تصدق أن جيش يحتجز رهائن لولا أنه يشعر بضعفه في المكان وأنه خائف، وإلا ما داعي أن يعني عندما يكون منتصر لماذا لا يحتفظ بالرهائن؟ لماذا يقوم بهذا الأمر خلال الانسحاب؟ طالما أنه انسحب وأعلن رسميا من قبل الجانب الأوكراني، لماذا يحتجز الأوكرانيين كرهائن؟ هؤلاء كخاطفي القطارات يحتجز الرهائن إلى أن يصل سالما بروحه، لذلك إلى هذه الدرجة؟ يعني هذا دليل قاطع على أن الانسحاب لم يأتي من قوة، إنما جاء من ضعف، وجاء الانسحاب اصطحاب رهائن يدل على أنه هو خائف بانسحابه ليس مسيطرا إلى هذه الدرجة. تماما. بالنسبة للمدن الشمالية أيضا، مدينة سومي وهي من أكثر المدن الاستراتيجية في المنطقة أو الجبهة الشمالية بالنسبة للروس، لأنها كانت ستسهل طريق السيطرة على كييف التي أيضا شهدت مقاومة عنيفة. رويترز نقلت عن حاكم سومي قوله أن القوات الروسية انسحبت من المدينة بشكل كامل، وقبل ذلك قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في سومي إن الانسحاب الآليات والقوات الروسية من المدينة ومدفعيتنا تطاردهم. ماذا يحمل ذلك أيضا من قراءة عسكرية؟ عندما نقول انسحاب من مدينة، احتل مدينة وسيطر عليها ولا توجد أي مقاومة، يعني لم يبقى أي مقاومة وانطفأ كل شيء وبقيت تحت السيطرة وانسحب منها، هذا نسميه أنه انسحاب كيفي بدافع المفاوضات، بدافع الأخلاق، بأي دافع آخر. أما عندما ينسحب وإطلاق النار فوقه ويصحب بالمدفعيات كما يقول، والمدفعية تطارده والمقاومة تطارده، فهذا انسحاب عسكري بحت لا علاقة له بكل ما يجري على ساحة التفاوض، وهو ربح وخسارة. هذا هنا مهزوم قولا واحدا في هذه الحالة. هنا لا نقول لإعادة ترتيب القوات أو إعادة التموضع، لا 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 أبدا، هذه هزيمة هزيمة واضحة تماما هنا في وفق ما أعلن الجانب الأوكراني بأنهم يلاحقونهم بالمدافع، يعني هنا يريد أن يسلم على باقي قواته التي لا تزال في المنطقة بانسحاب تكتيكي يعيدهم إلى منطقة أكثر أمنا. هذا اسمه هزيمة. أما عندما ينسحب من محيط أوكرانيا ولا يوجد فيه عليه ضغط ولا إلى آخره، فأنا أقول هذا إعادة تموضع لترتيب هجوم آخر بالاتجاه. نستطيع القول بأن روسيا أصبحت أو فقدت اليد العليا في الجبهة الشمالية، أما في الشرق حيث الدنباس فهيئة الأركان الأوكرانية تقول أن القوات الروسية تحضر لعملية هجومية شرقية أوكرانيا، وأيضا سلطات لوغانسك الأوكرانية تقول أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم على المنطقة بعد حشد مقاتلين وآليات. هذا يعني بأن هناك هجوم روسي قريب على إقليم الدنباس وفق ما أعلن الجانب الأوكراني. يعني أوكرانيا تأخذ كل الاحتياطات بحيث أنها تعتبره هجوم قريب، وأنا أقول لن تهجم على دونباس قبل أن تقطع الأمل من السيطرة على كييف، يعني أو لنقلب الصورة تماما، مجرد أن ترى أن الهجوم بدأ على دونباس إذن روسيا غسلت يديها من كييف. هكذا، لأنه يعني هنا كفتي ميزان، يعني انتقال من الخطة أليف التي هي السيطرة على كامل أوكرانيا إلى الخطة ب التي هي السيطرة على الجزء الشرقي لنهر دنيبر.